والله نوعا ما جيد، وانا متاكد يعني انهم مسوين اكثر من، لكن الظروف احيانا. وبعدين في نقطه ما انتبهنا لها، ان العابد اصابته هذه لخبطت اوراق المدرب. في لاعبين مثل العابد هذا اللي يسمونه كنترول الهجوم، هو اللي حرك الهجم يمين يسار يبطئ يسرعه، فقدناه. الى الان المدرب، او حتى لو جانا مدرب ثاني نفس الطريقه بيواجهه. بس المباريات التحضيريه التجريبيه للمنتخب ما كان معهم العابد في المباريات الاخيره ولا لا؟ ليه ما كان؟ طيب طبعا يعني هو لعب مع ايطاليا ولعب مع بيرو ولعب مع المانيا، صح؟ احيانا مباريات التحضيريه ما يعني كان حاط في باله او في حساباته نواف العابد؟ ما ادري، لكن الدليل ما وخروا الا اخر فتره. لا اقصد كان يتمناه. تقول لا، تاثر بغياب العابد. كيف تاثر واللاعب ما كان موجود في المباريات الاخيره؟ المباريات الوديه الوحده هذه، انا عندي اللاعب عارفه ما يحتاج العب مع مباراة وديه، خلاص عارفه انا. ونوعيه العابد ذا مدرب من الصعوبه يعوضه بسرعه. انت شفته بادوارنا يوم نلعب اسيا، اذا جاء مدرب وشاف اللاعب هذا من الصعوبه ان يعوضه. اي بس يعني عندنا سالم، لكن سالم دايم سريع، ما عنده تبطيه الهجمه. ويمسك الكرة كثير برضه، دي صعبة. هذا أنا أتوقع هو اللي أثر علينا يعني كثير. لا عبد الله.